واليس أوتوموبيل هي ماركة تونسية 100%، وبدأت في جزيرة اسمها واليس فوتونا. بدينا في 2006 بالضبط، أسسنا الشركة في معمل صغير في سيدي داود في المرسى، وبشوية بشوية تطورنا، تولينا 10 سنين نخدمه. وهذا الموديل اللي تشوفوا فيه هذايا جوست معناتها ان بروتوتيب، موديل جديد اسمه إيريس. بدينا نسوقه في السوق التونسي من الموديل الجديد هذا، معناتها باش يدخل في السوق التونسي في العام هذا في 2017، وبداو العباد معناتها يتمنديو سواء في تونس ولا في الخارج. اول سوق هو السوق الفرنساوي، بعديك عندنا اسبانيا، وعندنا جزر نتاع اسبانيا اللي هما ايبيزا، فورمونتيرا، جزر صغار موجودين في البحر الابيض المتوسط. احنا من 2009 صنعنا وبعنا 700 كهرباء. القدره الانتاجيه نتاعنا كانت صغيره، حسب تقريبا 150-200 كهرباء في العام. توا في المعمل هذا جديد وشوروم جديد اللي موجود في جنوب تونس، القدره الانتاجيه ان شاء الله من بعد عام عامين اخرين باش نطلعوا 1500-2000 كهرباء في العام. الهدف نتاعنا احنا الموديل هذا الايريس اللي هو ان اس يو في ديكابوتابل دو بورت. اش معناتها؟ في الجام نتاعنا أرخص كهرباء موجودة في السوق، في الجام ماهيش أرخص كهرباء في السوق التونسي من السيارة الشعبية. قاعدين نصنعوا في موديل معناتها يختلف على الكهرباء الآخرين، وسومه 31,000 دينار. في الموديل هذا فقط طموحنا باش نبيعوا 200-300 كهرباء في العام، خاطر القدرة الإنتاجية نتاعنا محدودة، والكهرباء هذوما سيغ كوموند، معناتها الجام نتاع الكليونتيل نتاعنا معناتها لازم تقول العباد يفهموا الثقافه نتاع الواليس، ويحبوا ينتميوا الى مشروع جديد في تونس، مش مشروع كشركه، مشروع كفكره. الكهرباء الداخل كما سيارات الكل فيها الكليماتيزاسيون، فيها لابيس، فيها كان تحب معناتها اوبسيون كوير الداخل فيها، تنجم تبدل الالوان نتاع التابلو دو بور، 4 بلاس، تنجم تعمل تحط توا بانوراميك، تنجم تحط ديكابوتابل بالباش ولا ديكابوتابل بالارتوب. عندنا لي فيتر تانتي، لي فيتر الكتريك كيما سيارات الكل، لكن احنا تنجم تختار لي زوبسيون كيما يساعدك انت، معناتها مش موديل كان تاخذ لي فيتر الكتريك لازمك تحط ارتوب، ولا كان تحط كوير لازمك تحط مثلا كليماتيزاسيون. هذوما حاجات دي بيرسوناليزاسيون كيما يساعد لي كليون نتاعك كيما يحبوا هما. معناتها الخصوصيات نتاعها خاصة هي ككهرباء تونسية متعرف في كياساتنا كيفاش التولة نتاعنا ديما تهلك، والدهن ديما يتقرقش. عملنا الدهن سبيسيال اللي سميناه سي اون اوبسيون كوبرا. الدهن معناتها الكاروسة ما تتقرقش، ما تنجمش تجرح الكهرباء، هذه حاجة. الحاجة الثانية متعرف كيفاش الطرقات نتاعنا معناتها مدققين شوية، عملنا دي سوسبونسيون سبيسيفيك لتونس اللي عملناهم مع شركة اسمها سيام في بن عروس. شركة سيام هذيا عنا ديفلوبي دي سوسبونسيون كونفورتابل بور نوتر بي. دونك سيارة اقتصادية، خاطر قطاع الغيار موجودين الكل في تونس، ورخاص أرخص من الآخرين، خاطر المعمل موجود في تونس، هذيا حاجة. وحاجة ثانية الاستهلاك نتاعها شوية، معناتها 4 لتر خوسون. الموتور هو عندنا شراكة مع شركة اسمها بي اس ا اللي هي بيجو سيتروين وتوا اوبيل، هي تبيع لنا القطايع نتاعها، معناتها القطايع كموتور بوات من غير ندخل في التفاصيل الكل، سيستم دو فريناج وكل. فتح عملنا كهرباء مصنوعه في تونس صحيح، اما تطبق المواصفات العالميه ونصدروها لبر. دونك لازمها الريسبكت لي نورم دو بوليسيون دو كراش تيست دو سيكوريتي. وبطبيعه الحال خذينا قطايع ذات جوده، وهذيك معناتها اهم هدف لينا احنا اللي نعملوا سياره تونسيه ذات جوده. البيسونس نتاع الموتور 82 شوفو، اما البيسونس فيسكال 5 شوفو فيسكو. احنا بيسكو كهرباء تونسيه في الكارت غريز وحتى في الاسيورونس 4 شوفو باش نخلصوا اقل تاكس، وباش على الاقل نستنفعوا شويه من القدره الجبريه نتاعها. احنا عملنا حاجتين، ساعة الكهرباء كسيارة تونسية القطايع نتاعها اللي مصنوعين في تونس بالضبط 41%، ماركة 100% تونسية، شركة 100% تونسية، أما القطايع 41%. الهدف بالإيريس كونه نكبروا السوق نتاعنا،
معناتها اللي يفركس في كهرباء سياحية يلقى طابع سياحي فيها، واللي يفركس كهرباء ككهرباء بتاع كل يوم يجم يستعملها زاد. الإيزيس العكس، كانت كهرباء سياحية بامتياز، معناتها اللي حاب يستعملها كل يوم مهيش معناتها مهيش أديكوات للاستعمال اليومي. الإيزيس 95% تاع الإيزيس اللي صنعوا هذوك من 700 كهرباء كلهم صدرناهم البر، وما كان 5% قعدوا وخاصة تلقاهم في جزيرة جربة. في جربة برشا فرنسيس يسكنوا في جربة شريوا الكهرباء التونسية في فرنسا ووردوها لتونس، يعني هذه حاجة تجم تقول ضحك شوي. ومن بعديك لي لوغ دو فواتور بداو يشريو وقتها شافوا فما دي فرنسيسي يسوقوا في كهرباء تونسية. احنا شركة قاعدين نعملوا في ان سول موديل، عام الجاي باش نعملوا دو موديل، شاحنات خفيفة والموديل هذا والايزيس دو، يعني الموديل القديم باش نعاودوا نخرجوه عبارة اون نوفيل كوليكسيون كيما نقولوا، اون نوفيل جام دو ايزيس دو، باش تعاود هذا باش ان شاء الله في 2019. في تونس كمصنع واليسكار هو المصنع، المصنع ما عندوش الحق يبيع للاشخاص بصفه مباشره، دونك لازمنا نعملوا شركه اللي هي توزع الكرابس، شركه تجاريه ماهوش مصنع، والي سيرفيس تبيع المنتوج نتاع واليسكار، سيت اون سوسيتي دو ديستريبيسيون. والي سيرفيس عندها رخصه باش تبيع الواليسكار، ومن 2014 عندها رخصه باش تبيع الماركه لادا، الماركه الروسيه لادا، اما ما بديناش نوردوا فيهم، مازلنا معناتها قاعدين كيفاش نقولوا نتفاوضوا معاهم باش نجيبوا معناتها الكراب هذوم باقل سعر، وباش نسمعوا زاد قطايع لدى في بلادنا، دونك مازلنا في مفاوضات.